لما اروح لاستاذه مها. استاذه مها، الزوجه اللي تشترط، هي لسه لم تتزوج، على الزوج لو اتجوزت عليها طلاق، شايفه ده تعليق عليه؟ طيب خليني الأول بس أعترض على كلمة عنوسة، اوكي، اسمه تأخر الزواج. تاخر سن الزواج. هنرجع للدكتوره سعاد، تمام. تعالى واخليك تعليق. طبعا أنا شايفة ده حقها تماما، إنه في الآخر هي لو مضارة. اشترطت، طبعا هي مضارة، يعني فكرة الزواج بأخرى اصلا دوت بيقع على المرأة ضرر نفسي استحالة ان احنا نقدر يعني نوصفه نقدره. او نقدره او نوصفه. وللأسف الشديد يعني مع الاحترام الشديد لقضاتنا الأجلاء، يعني في قاضي يقول لا، انه مجرد الزواج بأخرى هذا ضرر يقع على المرأة ويعطيها التطليق للضرر. قاضي آخر يقول لها اثبتي. لا، هو الرسول أقر عليه الصلاة بالضرر والسلام. يعني تمام، لكن للأسف في القانون عن بنته لما صحيح سيدنا علي قرر صحابة الزواج قصة عليه. الرسول صلى صحيح الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فعلا قال له، بيعتبروها يعني من خصوصية الرسول. لا، ان لما سيدنا علي قرر يتزوج على ابنتي وسيدنا فقال محمد انها مني وان هذا. ايوه ليه؟ لان مين اللي كان سيدنا علي هيتجوزها؟ بنت ابي جهل. لكن الرسول ما كانش ضد النص هو القرآني. طبعا الرسول يصعب عليه ان بنته كده، بس خصوصا كمان مع بنت ابي جهل طبعا مثلا تبقى طيب. صعوبيه. ماشي، بس هنا الشاهد ايه يا استاذ محمد؟ انه كان في يعني خلينا نقول تحريم اجتماعي، مش كده ساعتها؟ بعدين عن خصوصيه الرسول. ايوه بالظبط، عندي عليه الصلاه ترى ان والسلام. الزوجه لو اشترطت لا يقع طبعا يقع الطلاق. طب انت كمحاميه سايبه ايه، شايفه ايه الاسباب اللي مؤديه لارتفاع نسب الطلاق؟ يعني رغم وثيقه زي كده ممكن تنزل لارض الواقع، بس الطلاق في تزايد. خلينا نقول انه في ازمه ليها علاقه بفكره الاخلاق، مش بالقوانين ولا بالشرع، ان مش كل واحد عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، ان مش كل واحد عارف ايه حدوده. الاسباب الاخلاقيه قبل الاقتصاديه طبعا. الاخلاقيه 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 قبل. احنا عندنا نسبه الطلاق، لو عايزين نقول الاقتصاديه يبقى نقول في الدنيا، مش كده؟ لا بالعكس، الطبقه المثقفه والطبقه المتعلمه فيها نسبه الطلاق اعلى من الفكره من الناس اللي في الطبقه الدنيا. اذا الموضوع مش ظرف اقتصادي، الموضوع بالاساس ظرف اخلاقي. يعني حتى ما بيحصل فكره الطلاق، ليه المقايده وليه العند وليه كذا؟ اذا احنا متفقين على الطلاق وما فيش ازمه، لكن طول الوقت اللي عايز ياخد حقه لازم يعمل مقايده للاخر. يعني انا بتجيلي ست تقول لي انا عايزه بهدله، يجي لي راجل يقول لي انا مش عايزه تاخد حاجه، مش انا عايز، مش انا عايز حقي، مش انا عايزه حقي، عايزه اتعبها واقرفها بالظبط، او عايزه اتعبه واقرفها. الله ينور عليك. تفسيرك ايه؟ في ازمه اخلاقيه، أزمة أخلاقية رهيبة موجودة في المجتمع. يعني خلينا نقول إنه الفترة ممكن نقول مثلا في خلال 20 سنة 17 سنة اللي أنا اشتغلتهم بالمحاماة هم دول اللي أنا أقدر أحكم عليهم، شفت كل الحالات دي يا أستاذ محمد. إنه لو أنا عندي 100 حالة فيها مشاكل زوجية، حالة واحدة بس اللي يقول إحنا عايزين ننفصل بما يرضي ربنا. يعني كل واحد ياخد حقه بشكل اخلاقي. عايزين يعني احنا بينا عيال، عايزين نحترم بعض عشان خاطر الاطفال اللي بينا، اللي بالمناسبه مش حقهم الاطفال دول، حق المجتمع، والمفترض انه احنا كمجتمع نحافظ على مستقبلنا. يعني اذا الاب والام مش بيحترموا فكره ان عندهم اولاد، لابد هنا من التدخل المجتمعي في صورة قوانين. طب ايه تاني غير الاخلاق سبب للطلاق؟ لا دي اهم حاجه انا في وجهه نظري، دي اعلى. الظرف الاقتصادي ياتي يمكن تالت حاجة. الأخلاق اللي هي تحتها الخيانة، تحتها سوء المعاملة والكلام. طبعا الخيانة، الإهانة، الكذب، الخديعة من طبعا من كلا الطرفين. لكن خلينا نقول إن دايما بيكون الراجل أكتر، لأنه الست بشكل مجتمعي عندها فكرة مش حكاية قاعدة في البيت. الراجل هو الذي يملك الطلاق. لا مش بس يا دكتور، الا اذا اشترطت. لا مش بس يا دكتور، ما اقصدش ده بس. لا يعني احنا مثلا عندنا اجتماعيا مثلا الست صعب تكلم حد تاني باعتبار انه مش هينفع تتجوز تاني، لكن الراجل يقول والله انا شرعا متحلل لاربعه، وهو بيقولها بمنطق انه يعني في شكل قطعي انه لابد من انه يتجوز اربعه، وان ما فيش عنده ازمه انه لو عرف واحده تانية باعتبار انه ينفع يتجوزها. استاذ ما عايز اسال دكتوره سعاد، اتفضل. وحضرتك هنا بقى امراه، نعم، تفتينا. يعني كل النساء بلا استثناء المسلمات يعني بيجمعوا على ان زواج زوجهم بزوجة تانية يقع عليهم اشد الضرر النفسي. والله هو الخالق، انا مش قادر برضو يعني. هل يعذب الله مخلوقاته يعني اللي هي المرأة انه يقع عليها هذا؟ طب ليه ما شالش من نفسيتها
فكره هذا الضيق النفسي وتجعلها يجعل نفسيتها سامحه مثلا. يعني هو الدعوه الى تعدد الزوجات كانت اول ما نزل القران الكريم بها، اللي هو ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول. كان في الوقت ده الرجل يتزوج وقتما يريد ويطلق وقتما يريد، فلم يكن هناك عدد. يعني الإسلام لم يشرع التعدد، ولكن الإسلام وجد التعدد وقيده ونظمه. طيب هل الأصل في الإسلام الأربعة ولا الأصل الواحدة وممكن تيجي عليها أخرى؟ واخد بال حضرتك؟ فهنا اختلف الفقهاء نتيجة اختلاف الأمر الذي ورد في قوله تعالى فانكحوا. البعض يقول لك البعض يقول لك الأمر إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. إن فانكحوا هنا أمر، والأمر يفيد الوجوب، يبقى تنكحوا واحد واثنين وثلاثة وأربعة. البعض يقول لك لا، ده في قرينة في النص صرفت الأمر من أنه واجب إلى أنه مندوب أو مستحب أو مباح أو مقيد مباح. القرينة دي إيه بقى؟ إن خفتم اللي هي الواحدة ألا تعدلوا، ألا خفتم ولن يحدث العدل ولا يعني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق المجتمع، عفوا، خلق الكون من أسرة واحدة. كان سبحانه كان يقدر يخلق أربعة حواء ولا من أسرة واحدة. ولذلك لما تشترط الزوجة على زوجها إن هي تزوجتك على إن تزوجت علي فأنا طالق أو أطلب الطلاق، وبين إن تزوجت علي فلي الحق، في أن أطلب الطلاق أو لا أطلب. شايف السختين يا أستاذ محمد؟ إن تزوجت علي فأنا طالق. يعتبر العقد كده مفسوخ بالظبط. فهنا بقى الشرط الثاني بيقول لك احنا بشوف هي بس نفسيتها ايه، هي هتبقى راضيه تبقى مش راضيه تبقى ما اعرفش ايه. لكن لو قلت بقى فهي طالق يبقى انا كده بلغي التعدد ولا اسمح باي زوجه ان هي تتزوج تتطلق وتقبل. يعني هي تكتب تقول اذا تزوجت عليا أيوة فانا لدي الحق بالزبط. ان اكمل العقد او ان افسخه. الله يفتح عليك، بيديها الحق طبعا طبعا، بس حتى لا نقول تقيد صحيح بقى انا مع الكلام ده طبعا مش بنغير في الشريعه لا. ما هو ايضا يحمل صيغه للزوجه لا حق التطليق. صحيح صحيح، بيخيرها بمعنى ادق، ان ابقى او لا ابقى. وقد يعني في زوجات يقول لك ربما كانت نزوه له، يعني اتركه. ما ده احنا بنطلبهم بقى يعود الى يعني في يعني نطلب مش منهم كل بقى او في سبب شرعي من وجهه نظرها في الوقت ده، يعني ما كانش حاصل قبل يعني الجواز وحصل بعد الجواز. عدم تغليب